الجهات جاهزة. انطلاق موفق أعزائي الجمهور والحضور الكريم. 12 من الجهات العربية الأصيلة. محري ملك سيد محمد جابر مشلش عجان الخيرين وتوماس لوكاسك. من الجهة الخارجية محاولات لهبة سلطان علي أحمد ملك الشيخ سلطان علي أحمد سلطان آل ثاني وصالح المري. خطوة بخطوة من الجهة الوسطى الحساس ملك سيد محمد راشد عبد الله الجبر النعيمي وفالح بغنيم. والصدارة تذهب إلى صديق محمد أحمد سلمان الهجري والشاكر الفلوشي. الوصافة مع محري. الترتيب الثالث مع الجواد أويتوفوس جاسم علي جاسم بوكربل. والترتيب الرابع مع الجواد الحساس ملك السيد محمد الجبر النعيمي وفالح بغنيم. المنعطف الأخير اتجاها إلى خط النهاية صديق في الانطلاق. محري في وضع اليد تعطى الإعازات من الجهة الخلفية. أودو فوست الآن من الجهة الخارجية ومحري يعطي الإعازات. محري يأخذ الصدارة. أودو فوست من الجهة الخارجية ولكن محري محمد جابر في محاولة لخطف الصدارة. أودو فوست ملك السيد جاسم علي جاسم بوك كربل وسفيان سعدي. الوصفة لمحري. And the official results for the fourth race of the evening, the winner horse number 10, Huit de Faust, Omar Jassim Ali Al Kurbal, trained by Mohammed Al Ghazali, ridden by Sofian Sadi. Second horse number 9, Mehri, Omar Rahman Jabir Al Khairin, trained by Ibrahim Amalki, ridden by Thomas Lukasek. Third horse number 6, Vivaka P, owned and trained by Mohammed Nasser Ramzani, ridden by Albert Tassana. Fourth horse number three, Al Hassas, Amos Mohammed Rashid, Abdullah Naimi, trainer Mohammed Ramzani, ridden by Fale Bughnaim. And in fifth place, horse number 5, Siddiq, Amos Mohammed Ahmed Al Hajri, trained by Dr. Fahd Al Hajri, ridden by Shakira Belushi. الشوط الرابع للخيل العربية الأصيلة حل في المركز الأول رقم 10 أيضا فوست المالك السيد جاسم علي جاسم محمد بوكربل المدرب محمد الغزالي والخيال سفيان سعدي. المبروك المركز الأول. المركز الثاني رقم 9 محري المالك السيد محمد جابر الخيارين المدرب إبراهيم السعيد المالكي الخيال توماس لوكاسك. المركز الثالث رقم 6 فيبر كافي المالك السيد محمد ناصر راشد النعيمي المدرب محمد ناصر الرمزاني والخيال ألبرتو سنا. المركز الرابع رقم 3 الحساس المالك السيد محمد راشد النعيمي المدرب محمد ناصر الرمزاني والخيال فالح بغنيم. المركز الخامس رقم 5 صديق المالك السيد محمد أحمد سلمان الهاجري المدرب الدكتور فهد سلمان الهاجري والخيال شاكر البلوشي. المبروك المراكز المتقدمة الأولى وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.